أهلا بكم في حلقة جديدة من أفضل عشرة. اعتدنا اختيار أفضل عشرة لكم، لكن نظرا لكثرة الهواتف القوية في عام 2015 نستعرض لكم اختيارات فريق رقمي لأفضل 11 هاتفا في هذا العام، ونقدم لكم الهواتف مرتبة عشوائيا وليس وفقا للأفضل، لنترك لكم الحكم النهائي. أولا جالكسي S6 و S6 Edge. استعاد سامسونج بريقها مع هذين الهاتفين، وجاء متشابهين في أغلب المواصفات باستثناء قدرة البطارية التي جاءت مع الإج أكثر قوة نظرا لوجود شاشتين منحنيتين على جانبي الهاتف. الهاتفان مميزان بوضوح قوي جدا للشاشة والتي مقاسها 5.1 إنش بدقة سوبر أموليد مع طبقة حماية زجاجية من نوع غوريلا جلاس 4 مقاومة للخدش. والهاتفان سريعا الأداء مع معالج إكزينوس 7420 ورام 3 جيجا بايت، والكاميرا في الهاتفين تعطي تجربة تصوير مثيرة. وتم تحسين أداء الكاميرا في التصوير الليلي مع كاميرا 16 ميجا بكسل وأمامية 5 ميجا بكسل وقارب بصمة. وعد الكثيرون الهاتفين خاصة نسخة الإج من أفضل ما أنتجت سامسونج من هواتف، لسيما من حيث الشكل والتصميم، لكن البعض انتقد منع استبدال البطارية أو إضافة ذاكرة خارجية. ثانيا آيفون 6S وأخاه 6S بلس. كما الحال مع سامسونج، وضعنا هذين الهاتفين لتشابههما في المواصفات والأداء باستثناء أن شاشة 6S Plus جاءت بحجم أكبر ودقة أعلى بمقاس 5.5 إنش وبدقة Full HD، أما أخاه الأصغر بشاشة 4.7 إنش بدقة 1334×750 بيكسل والرام 2 جيجا بايت. الكاميرا في كلا الهاتفين 12 ميجا بكسل، لكن النسخة بلس تحتوي على مثبت بصري. الهاتفان يقدمان أداء مميزا ويمتلكان مستشعر بصمة متطور ويعد من الأفضل في الأسواق، لكن ما زالت هواتف آيفون تعاني ارتفاع الأسعار الكبير. ثالثا HTC One M9 Plus. تعرضت شركة HTC لخيبة أمل بعد طرحها لهاتف One M9 ولم يحقق الهاتف مبيعات مرضية، وذلك بسبب التشابه الكبير مع أخيه السابق One M8، لكن HTC استدركت الأمر سريعا وأصدرت هاتفا آخر يستحق التواجد في هذه القائمة وأطلقت عليه اسم One M9 Plus، ومصنوع من هيكل معدني وشاشة 5.2 إنش بدقة كواد HD، ويعمل بأداء سريع وقوي مع معالج من ميديا تك 80 لحل مشكلة ارتفاع الحرارة، ورام بحجم 3 جيجا بايت وبطارية جيدة بقدرة 2840 ملي أمبير، وكاميرتان خلفيتان، الأولى بدقة 20 ميجا بكسل وهي الرئيسية، مع أخرى ثانوية بدقة 2.1 ميجا بكسل لقياس العمق، وكاميرا أمامية بدقة 4 ألترا بكسل مع وجود قارئ للبصمة. لكن من حيث الشكل لم يقدم الهاتف جديدا يذكر عن الهاتف السابق M9. رابعا سوني إكسبيريا Z5 وZ5 بريميوم. أيضا هاتفا سوني جاء بنفس المواصفات باستثناء حجم ودقة الشاشة. النسخة الرئيسية Z5 مقاس الشاشة 5.2 إنش بدقة Full HD، أما نسخة Z5 بريميوم بشاشة أكبر 5.5 إنش بدقة تصل إلى 4K لحظة تشغيل الفيديو والصور. الهاتفان برام 3 جيجا بايت ومعالج سناب دراجون 810 وكاميرا قوية بدقة 23 ميجا بكسل وبطارية قوية، تقول سوني إنها تصمد ليومين من الاستخدام العادي مع مستشعر بصمة على جانب الهاتف. خامسا LG G4. الهاتف جاء بنوعين من حيث المواد المصنعة، الأول من الجلد الطبيعي والثاني من البلاستيك والحناء من الخلف ليناسب راحة اليد. شاشة الهاتف بمقياس 5.5 إنش جعلته من فئة الفابلت بدقة كواد HD مع كاميرا كبيرة بدقة 16 ميجا بكسل لاقت استحسانا كبيرا في التصوير الليلي، وأمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع معالج سناب دراجون 808. ورغم وجود أنواع أقوى، لكن LG تقول أنه متوافق مع الهاتف ويقدم أداء جيدا. وأخيرا رام بحجم 3 جيجا بايت. سادسا هواوي ميت 8. قدمت هواوي هذا العام عدة هواتف رئيسية، لكن اخترنا لكم هاتف ميت 8 بشاشة 6 إنش وبدقة Full HD ومعالج كيرين 950 8 نوا، ورام جاء بنسختين، الأولى 3 والثانية 4 جيجا بايت، وذلك وفقا للمساحة التخزينية. الكاميرا بدقة 16 ميجا بكسل والأمامية بدقة 8 ميجا بكسل وتصوير ليلي جيد ومستشعر بصمة بالخلف. البطارية ضخمة بقدرة 4000 ملي أمبير. سابعا Note 5 و S6 Edge Plus. يتشابهان في أغلب المواصفات باستثناء تصميم مختلف للإج المنحني من الجانبين. يمتلكان شاشة مقاسها 5.7 إنش بدقة كواد HD ورام 4 جيجا بايت ومعالج إكزينوس 7420، وتجارب الأداء أثبتت قوة الهاتفين مع بطارية جيدة الأداء بقدرة 3000 ملي أمبير.
ثامنا لوميا 950 XL. حضرت مايكروسوفت بهذا الهاتف مع نظام ويندوز 10، الشاشة مقاسها 5.7 إنش بدقة كواد اتش دي ورام 3 جيجا بايت ومعالج 8 نواة سناب دراجون 810 وكاميرا قوية 20 ميجا بكسل وبطارية 3300 ملي أمبير، ويحتوي على ماسح لقزحية العين وهي عالية الأمان. تاسعا LG V10. حضرت LG مرة أخرى بهاتف V10 جاء بشاشتين، الأولى رئيسية بمقاس 5.7 إنش بدقة كواد اتش دي والأخرى أفقية بالأعلى مخصصة لعرض الطقس والإشعارات وغيره، الرام 4 جيجا بايت لكن المعالج سناب دراجون 808 سداسي النواة، الكاميرا مميزة بدقة 16 ميجا بكسل وتقدم تصويرا ليليا ممتاز، أما البطارية قدرتها 3000 ملي أمبير. عاشرا بلاك بيري برايف. عودة حميدة لبلاك بيري مع أول هاتف لها بنظام أندرويد جاء بشاشة 5.4 وبدقة كواد اتش دي ومنحنية من جانبي الهاتف ورام 3 جيجا بايت ومعالج سناب دراجون 808 سداسي النواة وكاميرا قوية بدقة 18 ميجا بكسل وبطارية قوية 3410 ملي أمبير، كما يأتي بكيبورد يخرج أسفل الهاتف. وكعادة هواتف بلاك بيري يتميز بالأمان المرتفع لكنه لا يحتوي على مستشعر بصمة. في المرتبة 11 نيكسس 6 بي. هاتف جوجل ومن تصنيع هواوي بشاشة 5.7 إنش بدقة كواد اتش دي مع نظام أندرويد الخام 6 مارشميلو وبمعالج سناب دراجون 810 ورام 3 جيجا بايت وميزة الشحن السريع ومستشعر بصمة. الهاتف قوي الأداء وبطارية بقدرة 3450 ملي أمبير لكن تصميم الكاميرا الخلفية لا يعجب الكثيرين. وبعد استعراض أفضل 10 هواتف في 2015 إلا أن هناك هواتف تستحق أن نذكرها سريعا: هواوي ميت إس، شياومي إم آي نوت برو، ميزو إم إكس 5، لينوفو فايب إكس 3، سوني إكسبيريا زد 4 وزد 3 بلس، موتورولا موتو إكس ستايل، أسوس زينفون 2 ديلوكس. ونستعرض لكم ملاحظاتنا على هواتف 2015. الشركات بدأت تهتم أكثر بإمكانيات الكاميرا في التصوير الليلي رغم حدوث طفرة ملحوظة في مواصفات الهواتف، لكن تحسين أداء البطاريات ليس بالشكل المطلوب. أيضا تواجه عدد من الهواتف مشكلة ارتفاع الحرارة وإن كانت بشكل أقل من العام الماضي. بدأت بعض الشركات إدخال تصميمات جديدة لهواتفها مثل سامسونج وإل جي. شركات صاعدة مثل شاومي وأوبو بدأت تعرض نفسها في سوق الهواتف لكنها بحاجة إلى جهود أكبر لإقناع المستخدمين حول العالم بهواتفها. تعدد طرح الهواتف الرئيسية للشركة الواحدة في العام مثل هواوي التي طرحت 4 هواتف رئيسية. هذه كانت اختيارات رقمي لأفضل 10 هواتف. شاركونا اسم الهاتف الأفضل لديكم من القائمة وانتظرونا في حلقة قادمة من أفضل 10.